بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنكلمكم النهاردة عن لوحة الكنترول البسيطة. اللوحة دي بنستعملها في نظام التدفئة والتبريد. طبعا احنا كنا عاملين قبل كده شرح عليها مفصل، هنسيب لحضراتكم لينك الفيديو في أول تعليق بالنسبة للفيسبوك أو في الوصف أو الديسكريبشن الخاص باليوتيوب. تمام، لو اول مره بتتفرج علينا، قناتنا على اليوتيوب عباد الرحمن لمستلزمات المزارع. دي قناه متخصصه في طرح ما هو كل ما هو جديد عن معدات ومستلزمات المزارع الدواجن. بالاشتراك ان شاء الله هيتم طرح الفيديوهات الجديده باذن الله على القناه ديت، وعلى الفيسبوك ممكن تتابعنا عباد الرحمن لمستلزمات المزارع. طبعا احنا مش هن يعني هنحاول ان احنا في الفيديو ده باختصار كده في اعداد زيادة كده هو كنا نسينا نقوله في الفيديو اللي قبل كده. الاعداد ده بيبقى عبارة عن نسبة تفاوت بتكون في درجة الحرارة عند الضبط، اللي هو ايه، ممكن مثلا اسيب زي درجتين زيادة ولا حاجة عشان لما يجي يوصل عند الدرجة المطلوبة ما يفصلش على طول، بيفصل بعد منها بدرجتين. طبعا الاعداد ده مش مستحب عند بعض الناس فهنحاول ان احنا نلغيه. اول حاجه بنيجي على زرار السيت اب، تمام ماشي. طبعا بالضغط عليه بيروح ايه، بيروح قالب معايا للدرجه المطلوبه. طبعا الدرجه المطلوبه اللي احنا شغالين عليها 12.9 على نظام ايه بقى، الضغطه المطوله بيعرفني انا شغال على نظام ايه، سي يعني كول او كول. الكول ده يعني نظام التبريد كده، اتش اللي هو الهيت او هيتر ولا كده راكب عليه هيشتغل اللي. طيب انا عندي هنا بقى ايه، يبقى انا هسيب الاعدادات خالص اهوت، رجعنا ظبطناها من جديد، نضغط على ازرار الست ضغطه مطوله، تمام هيظهر معانا بي زيرو. تمام، طبعا هنعمل ايه علشان ان انا اظبط نسبه التفاوت، بروح انا مزود بي 1 تمام، وضعت ست ماشي. طبعا هو بيبقى في الوضع الافتراضي اول ما بنجيب اللوحة ديت بيبقى معاه نسبة تفاوت درجتين، تمام براحتك يعني انت عاوز تخلي نسبة التفاوت دي شغالة مفيش مشكلة، عاوز تلغيها احنا بنلغيها معاك، وكده الوضع الافتراضي اللي بيبقى جاي عليها اللوحة. تمام، فببتدي ان انا ايه اقلل نسبة التفاوت ديت، اخليها ايه، اخليها 1/10 ماشي كده. عندي بقى لو انا اول ما يوصل للدرجة المطلوبة بيروح شغال او يفصل، تمام يعني الموضوع دلوقتي عاد لحظي، اول ما يوصل للدرجة المطلوبة بيروح فاصل. طب احنا مظبطين هنا على 12 درجة مئوية، تمام في وضع التدفئة. لو في اي حاجة مش واضحة اكتب تعليق كده وتقول لي دي مش واضحة معايا، هعمل لك ليها فيديو. تمام كده انا ايه، كده انا في وضع التدفئة وصلت للدرجة المطلوبة. تمام، طيب هسخن ال هدفي بايدي كده وقت السنسور ماشي. احنا كنا مظبطين على قد ايه، على 20 درجة مئوية، 20 بالظبط. تمام، عندما تنزل الدرجة ل20 بالظبط وواحد من عشرة هيروح فاصل او شغال ماشي. هي كده 22.6 او 22.5، تنزل اهي. الحساس ده دقيق جدا، ده بيسحب معايا درجة الحرارة وبيقرا معايا درجة الحرارة بتاعت المكان بطريقة سريعة جدا. تمام، بينزل معايا درجة الحرارة اهو، لعند لما يقرا الدرجة الفعلية وعند لما يوصل للدرجة اللي احنا مظبطين عليها بروح فاصل. احنا مشغلين كده على وضع التدفئة، وضع التدفئة كل لما انا بعلي درجة الحرارة تمام طول ما هو شغال. كده اهوت بدأت تنزل اهي، عشرين بالظبط اهي. تمام، الليد ده معناه ايه؟ معناه انه في حالة التشغيل او الفصل. اي استفسار سيبه في التعليقات، متنسوش تدعمونا بلايك وشير. الفيديو لينك الفيديو هتلاقيه في الديسكريبشن او في الوصف،
وارقام تليفوناتنا موجوده برضو في الوصف او في اول تعليق بالنسبه للفيسبوك. عباد الرحمن لمستلزمات المزارع.